النقيب كرانليك ركض مثل السهم اللي طالع من القوس، واللي تجرع وشافه وشاف الغضب اللي بعيونه صار يرجف لأول مرة بحياتهم. حسوا بالشفقة على الإرهاب اللي النقيب كرانليك اتجه لعنده بهداك الوقت، لأنه أكيد ما رح يموت موتة عادية. أكيد. أوكان؟ أوكان؟ أوكان لوين رايح القائد؟ جاوب أوكان، جاوب. ما بعرف سيدي، أعطاني البارودة وبلش يركض. أمي، أمي رصدي أمي، أمي اقتلي لهداك الوطي. سيدي النقيب كرانليك أمرني استنى. كوران، تيمور، تحركوا واحموا القائد فورا فورا فورا. أمي، كم واحد هنيك؟ ثلاثة سيدي، اثنين منهم انسحبوا والثالث عم يتقدم لساته. خلصي على الاثنين، الثالث للنقيب. علم سيدي. يلا ارفع راسك يا واطي. خلص لقطك. أوكان وين سيارة النقيب؟ عم بلاحق الثعلب هنيك. تعا ومي السلاح لألك يا ابن الحرام. الله يحمي لي اياك يا بطل، الله يسلم هالايدين. هذا أخي ولك، هذا أخي يا ابن الحرام. كان أخي لسه فيك روح يا ابن الكلب. عولد عم تتمرجل يا ابن الحرام. ولك هذا أخي كان أخي يا ابن الحرام. ما يطلع حجم العسكر نسل عيدك يا ابن الكلب. خلص قوم، خلص مات. سيدي المكان خالي.
Altın beşik yurtum kaldı. Yal kolda oynamazken altın beşik. مجموعة استعد للشهيد التحية. سلام، خز، سبات. Oh.